مساء الخير واهلا بكم في المصري افندي 360. ممكن قوي صاحبك يحبك بس مش زي ما بيحب نفسه، وممكن اخوك يحبك زي ما بيحب نفسه، لكن المخلوق الوحيد في الدنيا اللي يحبك اكتر ما انت اصلا بتحب نفسك هو الاب والام. الام دي حاجه ممكن يتكتب فيها مجلدات، مهما كان الانسان فينا سنه كبير او يكون امه دي عندها 100 سنه او هو نفسه عنده 70 80 سنه، بيفضل عنده شعور ان هو في حنين لحضن الام. النهارده توفت والده زميلنا العزيز استاذ محمد علي خير، وخالص عزائي ليه ولاسرته، وبندعو لها بالرحمه ولاسرته بالصبر والسلوان. يمكن انا شخصيا ما اعرفش ليه لما بروح عزاء اي واحد صاحبي امه توفت بقعد اعيط جنبه، بحس ان انا يعني دايما بفتكر جدتي كانت تقول اللي بلا ام حاله يغم. ففعلا الام غاليه قوي قوي قوي، وخالص خالص عزائي للاسره كلها، ويا رب ما يشوفوا حاجه وحشه ابدا ويسكنها فسيح جناته. ونقول لزميلنا الاعلامي استاذ محمد علي خير تاني البقاء لله. الاول برحب بزميلتي العزيزه دكتوره غاده شريف. غاده ازيك؟ اهلا بيك. اخبارك؟ الحمد لله. تمام الحمد لله. النهارده بصي، يعني كان في تقارير بتتكلم عن نسب العمل والبطاله والبتاع، فاعتقد ان دي هتكون محل جدل، لان انا عندي وجهه نظر حاده شويه في الموضوع ده. خلينا اشرحها للساده المشاهدين. دايما لما بنقابل صاحب شركه بيشتكي من نقص العماله، ولما بنقابل الشباب بيشتكوا من نقص فرص العمل. طب هي مصر فيها بطاله ولا فيها ناس مش عايزه تشتغل ولا فيها ناس مش لاقيه شغل؟ التركيبه مش قادرين، يعني العيب جاي منين؟ امبارح اتكلمنا في حكايه ان الدخل العامل المصري النهارده بقى الارخص على مستوى العالم. دي حاجه كويسه في ايه؟ ان انا اقدر اصنع كل حاجه في مصر. لما اقول للمستثمر الاجنبي تعالى هنا العامل ممكن تدي له 150 دولار او 200 دولار في الشهر، ده بالنسبه للعامل شيء مجزي في مصر لما تدي له 4 5000 جنيه في الشهر اللي هم 200 250 دولار. تمام؟ تمام. ايه المشكله بقى جايه منين؟ هتقولي لي اصل الشباب مش لاقي شغل، كنا بنقول الكلام ده لغايه حضرتنا. حضرتنا حضرتكم حضرتنا، انا ما بحبش اصحى بدري، يعني حضرتنا عظمتنا، انا ما اشتغلش عند حد. طب ليه؟ لا لا حضرتنا، انا فرعوني. انت فرعوني؟ انا فرعوني. بقى انت هتديني قد ايه يعني؟ هتديني كام يعني؟ كام؟ والله اول عن اخر كده. لا برضو يعني في حاجه، ما هو برضو الشاب عنده حق، ما هو مش هياخد 1500 جنيه ينزل يصرفهم مواصلات. خلينا نتكلم بصراحه، يعني ما هو يعني اذا امرت بالمطاع فامر بما يستطاع، او يعني طيب يعني انت معايا اهو 1500 جنيه، وممكن قوي ما بقاش مثبت، يعني ممكن كمان ما تعمليش تامينات، فكده انا هتصوح منك لو انا حصلت لي حادثه او لو عييت او بتاع، انت تديني ظهرك وتخلع. وبعدين انا حضراتنا ما اشتغلش عند حد، ما اشتغلش عند حد. انت شايفه ان هو الشاب طبعاً المصري حضرتك؟ انا اقعد على القهوه اشيش التشيشه المظبوطه، استمخ كده. مين اللي قاعدين على قهوه طول النهار دول؟ حضراتهم جميعا عمال. بص عايز اقول لك على حاجه، العامل ده اللي هو بالظبط ينطبق عليه اللي احنا بنقوله على البيبيهات، انجعوا زنوا وندحوا ونشبعوا غنوا. هما انجعوا زنوا يروحوا يدوروا على الشغل، ويا سلام بس لما يقبض منك. وانس ان هو قبض منك، حتى ممكن ما تكونش الشغلانه كملت، وممكن ما يكونش اخد التوتال بتاع الفلوس اللي هو متفق، خد عربون منك، يروح بقى يقعد على القهوه ويسيبك انت تلالي وراه بالاسبوع بالعشر ايام لغايه ما فلوسه تخلص، وبعدين يرجع لك تاني. هي ثقافه كسل. طب بس نقدر نعمم؟ يعني هل معنى كده، يعني انا بشوف برضو ان ده ظلم ان انا اتكلم على كل الشباب كده. انا بشوف شباب بروح مطاعم شركات مصانع، لا في شباب رجاله. وعايزه اقول لك على حاجه، ونفس اللي هم هنا قاعدين في القهاوي ومستكترين قوي ان هم يروحوا يشتغلوا عند حد، لو جات لهم فرصه عمل بره ممكن يروح يشتغل الحاجات بقى اللي بيرفضها هنا، يروح يغسل الاطباق ويروح يعمل عربي. عارف انت ما كنت انا في امريكا بالك انت؟ والله كنت اسمع ام كلثوم كده وانا ماشيه في الفيف افنيو في نيويورك، اعرف على طول ان في عربيه سوسيز هنا او عربيه اي بصمه مصريه او عربيه فول. يعني وما بيكسفوش. طب انت معايا ان الهجره غير الشرعيه؟ يعني انت لو انا اقول للشاب اللي معاه 50000 جنيه او 70000 جنيه ارمي نفسك في البحر وروح ايطاليا عشان يعني ترجع باليورو، ولا روح اعمل بيهم مشروع في مصر هنا؟ ما هو خلي بالك احنا برضو عندنا معرفش بقى الاعلام ساهم في الحكايه دي ولا لا، بس في سمعه سيئه للبيروقراطيه المصريه، ان انت النهارده لو معاك مبلغ وقدره هيطلع عينك في التراخيص وفي الاجراءات، وممكن في الاخر برضو ما تعرفش تعمل المشروع اللي انت عايزه. هو بالنسبه له السفر ده بيبقى حلم واحد عندهم في البلد او حتى في الحته، مش هنقول مثلا اقاليم لا، وهنا في مناطق بعض يعني اه،
وراجع بقى ده من ايام ما كانوا بيرجعوا بالخلاط والركوب. لا دلوقتي لو فاكر نجف ام مروحه والبطاطين فحلم السفر ده بقى حلم بغض النظر بقى عن هو طيب. تعالي ناخد استاذ ايمن رضا امين عام جمعيه مستثمري العاشر من رمضان نساله. استاذ ايمن اهلا بيك. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. كم الماتش يا استاذ ايمن عشان اكيد انت طبعا يعني ايه متابع كغيرك من المصريين. مصر الحمد لله. يلا ربنا يكملها على خير. بس كده هنلعب المغرب. كده احنا طالعين مركز اول ان شاء الله. يلا ربنا يكملها على خير. في بطاله في مصر يا استاذ ايمن ولا لا؟ لا ما فيش بطاله في مصر. البطاله في بس اديني فرصه اتكلم. اتفضل. البطاله في المعاهلات العليا. وده طبعا بسبب ان كان مخرجات التعليم ما بتتفقش مع متطلبات سوق العمل. لكن احنا عشان نلاقي عماله ما بنلاقيش عماله لا عاديه ولا عماله مدربه ولا عماله فنيه متخصصه. دي مشكله عندنا. كل البطاله في المؤهلات العليا. الناس كلها عايزه تطلع وتتخرج ويقعدوا على مكاتب وحاجات كده ومستحيل. استاذ ايمن طب احكي لي كده لما بتعمل اعلان احكي لي ايه التطور اللي بيحصل. انت راجل اكيد عندك مصنع بتعمل اعلان طلب عماله بيحصل لك ايه يعني بتلاقيه حضرتك احنا عملنا وطلعنا في البرنامج وطلبنا كان عندي 8770 فرصه عمل ما جاليش ولا واحده. وعملنا ملتقى توظيف في العاشر من رمضان وجه السيد وزير القوى العامله وجه السيد المحافظ وما يعني كل اللي خدناهم يمكن ال 8770 دول خدنا كان مثلا منهم 17 واحد اللي اشتغلوا. هو حضرتك نشاط المصنع ايه؟ لا ده كل لا هو كجمعيه عمل ملتقى عام للتوظيف ما جاش حد يقدم. لان انا دايما بفكر ان اصحاب العمل بالذات الاعمال اليدويه ليه ما يعملوش مدارس تعليم فني بحيث ان انت يبقى الطالب معاك ويتخرج يشتغل في المصانع اللي هي بتبقى بقى. في حضرتك اللي هو المركز التعليم الفني اللي هو مبارك كول دون ده اصلا بيعمل كده وبيدرب ناس عندنا في الـ في الـ في الـ يعني بيدي هو الجزء النظري وبيدرب الطلبه في المصانع. طب هم الشباب يشتغلوا بس هو العدد بتاعهم. طب ليه هل المرتب مش مجزي؟ هل ما فيش تامينات يعني ايه اللي لا في تامينات وفي بعض المصانع بتعمل وجبات وفي اماكن وطبعا بيبقى في انتقالات على حساب المصانع وفي بعض المصانع عندها شقق سكنيه واحنا كجامعه مستثمرين عملنا مجاوره سكنيه على بتاعه 25 فدان بتتبني دلوقتي ان شاء الله على اخر السنه هتبتدي تجهز. يعني استاذ ايمن هستاذنك ما احنا انت لازم النهارده كراجل في المجال تفسر هذا العزوف بالزبط. يعني قول لي النهارده 1 2 3 ده اسباب عزوف الشباب عن التقديم اصلا في فرص العمل دي. الشباب مش عايز يغير فكره يعني واحد واخد بكالوريوس او عايز يقعد على مكتب ويشتغل على مكتب مش عايز يتعلم حاجه معينه مثلا لحتى ما يلاقي الفرصه ديت. طب ما هو يعني بكالوريوس يعني ده مش تعليم فني يا فندم. بكالوريوس ده مش تعليم فني. ما هو ما انت مش محتاج يعني انت يمكن باصص على الزبون الغلط او ال 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 الهدف الغلط مش متاح. باصص على الزبون الغلط. المدارس الفنيه والصناعيه يعني في مدارس كتير دلوقتي. المصنع لما بيتفتح بيبقى الماجوريتي الاغلبيه بتاعته محتاجين عماله فنيه تشتغل على الماكينات والمحاسبين مثلا بتبقى محتاجه 3 أو 4 فقط، المهندسين 2 أو 3، لكن الجزء الاكبر من التشغيل بيبقى في جانب العماله. هذا اللي انا بتكلم فيه. استاذ ايمن رضا امين عام جمعيه مستثمري العاشر من رمضان بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. انت عارف يا احمد ان ده فعلا دلوقتي بيؤكد ان البلد بتاعتنا دي محتاجه التعليم الفني لازم يتنطق شويه لازم نهتم بيه. موجود الطلبه مش عايزه. ما انت عندك مشكله الثقافه المجتمعيه ان انا النهارده عايز اروح لما اتقدم لواحده اخطبها اقول لها انا معايا بكالوريوس. العقده النفسيه بالظبط. فالنتيجه اهو يعني الراجل انا كنت متوقع الاجابه بس حبيت اسمعها منه لان كل ما قابل مستثمر يقول لي انا بعمل اعلان و10 ما حدش بيقدم. عارف ليه؟ عشان احنا مستوى التعليم الفني عندنا مخجل. لا هي مخجل. نظرة احنا لو بنعمل يعني مؤاخاه مع المانيا مع اليابان مع المانيا بس مش معلن عنه قوي. يعني لو نعلمهم لغه من اول ما يبداوا الدراسه يبقى متخرج مش بس مع الصنعه دي يبقى كمان مع اللغه. وبعدين مشكله ثانيه التوك توك وسياس انا اعتقد يعني لو الجزائر بلد المليون شهيد فمصر بلد المليون سايس. لا المليون سايس مش ممكن. ده بقوا بيقسموا انت في المهندسين النهارده بقت متقسمه عشان المكسب السريع بالظبط. 5 عربيات وتلاقي واحده ست جايه لك معتقده ان هي بتكافح كفاح رهيب. يا باشا تعالى تعالى كده وكده يعني عماله تصعب في الموضوع الركنه عشان تحيي الموضوع. وهي دي مهنه يعني مع كامل الاحترام هل دي مهنه منتجه ومربحه؟ طب ده اللي هيقدم بلدنا لقدام. تعالى نسمع راي تاني. شريف من البحيره.
الو يا شريف. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه معاك الدكتور شريف. اهلا وسهلا يا دكتور. ايه رايك؟ ايوه معاك الدكتور شريف يا استاذ. اهلا وسهلا، حضرتك سامعني؟ ايوه سامعك ان شاء الله. طب حضرتك شاركنا برايك في المشكله دي. والله يا استاذه حضرتك يعني في عماله كتير في قلب البلد، بس الاجور مش كويسه خالص، يعني 1500 و1200 جنيه يعملوا ايه؟ يفتحوا بيت يعني. دكتور انا مع حضرتك، بس بيقول لك الراجل هم ما بيقدموش اصلا. نعم. امين عام جمعيه المستثمرين اللي كان معانا بيقول لك هم بيعملوا اعلان من غير حتى مرتبات، ما حدش بيقدم اصلا. الو. طيب. سامعك يا استاذ احمد، بس طبعا. حضرتك يعني في عمال ياما عندنا في قلب البلد، عندنا ماشي راحوا شرم الشيخ والغردقه والسخنه، مرتبات ضعيفه خالص، يعني ال 1200 جنيه دول هيعملوا ايه؟ لا طبعا شويه جدا طبعا. طب انا احكي لحضرتك، انا قابلت مره راجل مسؤول عن التعليم الفني في وزاره التربيه والتعليم، حكى لي قصه عن مشروع قناه السويس، ان هم طالبين سواقين لوادر لشركه المقاولين العرب بمرتب 8000 جنيه في الشهر. جابوا 50 شاب. الاول قال انا عايز 50 شاب، قالوا لا انا اخليهم 100. فالراجل قال له طب وريني الشطاره، هات 100. عملوا اعلانات في كل مكان، جالهم 37. اروح انا 8000 جنيه في الشهر. ال 37 بعد ما اتدربوا كمل منهم لاخر التدريب سبعه، عينوا السبعه اللي راح الشغل ثلاثه. تفسر القصص دي بايه؟ والله يا استاذ احمد، ندعو ربنا سبحانه وتعالى ايه ده حل البلد كده يا رب. نشكر حضرتك، شكرا جزيلا. هقول لك انا يمكن عندي تفسير. هناخد بس ريتال من اسكندريه، وخلي بالك مع اسكندريه عشان انت اسكندراني. اهلا وسهلا. يعني هنا في قسم مخصوص للاسكندرانيه. ريتال اتفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك استاذ احمد. اهلا بيك. حضرتك بتتكلم عن الشغل والعمل. ايوه يا فندم. الو. ايوه معاك، سامع حضرتك اتفضلي. انتوا مش عارفين ان في رجاله وفي ستات قاعدين في البيوت من غير شغل بالشهور؟ في رجاله معيله ومتجوزه وواحد معاه عيلين وثلاثه والاربعه وقاعدين في البيوت من غير شغل بالشهور. انا واحده بعاني من المشكله دي. طب ما انا بس خلينا ناخد الموضوع يعني بتحليل. إيه؟ هو امين اللي جمعيه المستثمرين لما قال انا بعمل اعلانات ومحدش بيقدم، انا عارف ان عندك فين؟ حق وهو عنده حق، الغلط فين؟ الغلط فين بقى؟ انا عايز اعرف الغلط فين، الغلط في مين؟ احنا قاعدين في بلد احنا تحت خط الفقر، احنا قاعدين في بلد بتودينا ورا مش بتجيبنا لقدام. طب براحه بس، براحه بس، انت جوزك كان بيشتغل ايه؟ انا جوزي بتاع سيراميك، وقاعدين في البيت بقالنا 3 شهور قاعدين بنتسلف من ده ومن ده عشان ناكل. يعني انا بتكسف ان انا اقول ان انا مصريه، ان مش يعني بقت كلمه مصريه دي انا بتكسف منها. لا 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 اختلف معاكي، بصي لا 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 لا، هي كلمه مصريه مشرفه لاي حد، انت يمكن بس عندك حاله من الاحباط او حاجه معينه. طب ليه جوزك ما يقدمش مثلا؟ مش لازم يبقى سيراميك، يعني هو طالما صنايعي ودي مهنه كويسه جدا، ممكن يركب بلاط، ممكن يتعلم نقاشه، كهرباء، اي حاجه ثانيه اللي خلاه يركب سيراميك، يبقى راجل بتاع شغل. يعني هو متشبث بان هو لازم يفضل يشتغل في سيراميك. بص اقول لك حاجه، هي المنظومه ملخبطه، يعني هي عندها حق وبتاع المستثمرين عنده على فكرة حق. انا اعرف كتير كده. أيوة يعني سابوا شغلهم لسبب او لاخر، في شركات بتلاي اوف بتمشي، وهم بيبقوا بقى مش عايزين يشتغلوا حاجه تانية، دي المشكله، هنا العقده بقى. ناخد محمد من القاهره. استاذ محمد اتفضل. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بيك يا فندم. تحياتي للدكتوره غاده. اهلا بيك. انا في البدايه بقدم خالص العزاء للاستاذ محمد على خير الاعلام الكبير. مشكورك. يا رب دايما كده يعني خالص العزاء فيه، وربنا يرحم والدته. وكنت عايز اتكلم في الموضوع، يعني حضرتك ما حسستني ان الدنيا وردي اطلاقا يا فندم. هي مش وردي خالص على فكره، انا عايز بس يعني هقاطعك اقول لك انا مش قصدي انها وردي، بس في مشكله احنا بنحاول نوصل سبب المشكله. يعني انا كل ما اقابل صاحب مصنع بيقول الكلمتين دول، ولما بنقابل الشباب بيقولوا ما فيش شغل. احنا عايزين نوصل لحل المشكله او المعضله دي، مين اللي غلطان؟ المشكله في الحكومه لسبب بسيط جدا، لان الحكومه مش عارفه ايه احتياجات السوق، فبالتالي بتخرج كميه بكالوريوسات كتيره جدا من غير ما تخرج مهن محتاجه السوق. فبالتالي انت ما تطالبنيش ان انا راجل واخد بكالوريوس تجاره او حقوق وفي الاخر تقول لي روح اشتغل عامل سيراميك او عامل فني في اي مصنع، وانا ما اعرفش اصلا ده بشتغل ازاي. طيب هل الحكومه شرطت حلفتك 100 يمين تخش تجاره وحقوق، ولا انت كان قدامك
كليه الزراعه اللي مطلوبه اكتر، وقدامك معهد فني صناعي اللي مطلوب تشتغل فني تكييفات، وانت سبت دول ورحت التجاره والحقوق رغم ان انت عارف ان فرص عملهم بقت شبه معدومه. مين السبب؟ مين السبب؟ التنسيق حضرتك. التنسيق لا يا فندم، ما هو انت لو انت اخترت كليه، يعني احنا المشكله كمصريين لازم نحدد هو احنا داخلين كليه نشتغل بيها ولا داخلينها كده عشان بنحبها. لا في مصر التنسيق بيفرض كتير على انا عايز الاقل، ولو كتب معهد فني صناعي بمجموع هيقولوا له اتفضل. 48 رغبه ما بتبقاش كده. ايوه فندم، 48 رغبه انا لازم المفروض ان انا اكتبهم، لو ما كتبتهمش ما اتسجلش في التنسيق، فبالتالي انا بيجي لي كليه من ال 48 رغبه. وعندك توزيع جغرافي بيدخل في الموضوع. نشكرك استاذ محمد، وصلت فكره حضرتك ونشكرك شكرا جزيلا. بس هو قال حاجه فعلا هي دي مهمه، الحكومه مش بتدرس احتياجات السوق، لازم احتياجات السوق تبقى مدروسه عشان نحدد بقى ايه الجامعات في كليات بتقفل على فكره، في بلاد بتقفل كليات لان بيبقى خلاص حصل استكفاء عدد كبير جدا، نقفل ده ونفتح ده. بصي هو الموضوع كله قانون عمل لازم يبقى موجود يحدد العلاقه بين العامل وصاحب العمل. لازم موجود. لا اللي موجود ضعيف هو بيعد واحد تاني. لازم يضمن للعامل الحاجات اللي مخوفاه عشان يشتغل، بس يعني خلاص بقى يشوف شغله. تاني حاجه نظام التعليم فعلا بعيد تماما عن سوق العمل، ولكن هو انت النهارده لو قلتي عملت كليه للسباكين والنجارين والصناعيه هيسيبوا تجاره وحقوق يخشوها؟ برضو النظره المجتمعيه هتبقى هم عايزين يخشوا الكليات دي. طب ده بقى حكومه ولا مش حكومه؟ هي دي بقى دي ثقافه، ان احنا اتعودنا ان احنا بنحتقر اصحاب الحرف، بنحتقر. انت عارف انا ساعات بفكر هو الانبياء كانوا بيشتغلوا ايه؟ راعي غنم، كلهم رعاة غنم. حداد سيدنا داوود يعني انا شايف ان اغلبهم سيدنا موسى كان راعي غنم، وسيدنا محمد كان راعي غنم. يعني ما اعتقدش ما كانش في مهن او تصنيف للمهن ان هي في مهن اجتماعيه. احنا البلد الوحيده في العالم اللي تفتحي الجورنان تلاقي مشكله ثابته ما بتتغيرش من وانا حلو صغير كده في ابتدائيه. ناخد سمر من بورسعيد. طب اقول المشكله قبل ما صور تدخل. خليكي معانا يا سمر. ثواني يا سمر. بص يا سمر لو متابعانا من وانا صغير كده افتح الاقي كان في المسا باب اسمه قلبي يسأل، كل مشاكله عباره عن انا راجل انا راجل معايا مثلا بكالوريوس وبحب واحده معاها دبلوم تجاره، ينفع اتجوزها ولا لا؟ كل مشاكلنا كانت والعكس كده. صحيح والعكس صحيح. ايه رايك يا سمر؟ عادي، ايه المشكله؟ مفيش مشكله. لا مفيش مشكله انه اتجوزها ولا مفيش مشكله ان دي المشاكل؟ لا مفيش مشكله خالص، عادي يعني. يعني اتجوزها؟ انا متجوزة. انت معاكي ايه يا سمر؟ انا معايا دبلوم تجاره. طيب شوف ده كاني يعني بس. طب ما انا بقول لك يا سمر تتجوزي عامل محاره مثلا؟ عادي، ايه المشكله طالما بيشتغل ومعاه يعني وهياكلني وهي. طب انت بتشتغلي ولا قاعده في البيت؟ لا انا قاعده في البيت. يمكن لو كنت بتشتغلي ما كانش يبقى رايك كده. ممكن، الله اعلم. بس برافو عليك يا سمر، انا عاجبني اجابه ان هو طالما بيشتغل وكويس هتتجوزه. يا ريت كلنا بقى نفكر كده. الحب بقى. الحب هو. رشا من القاهره معانا، اهلا بيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وبركاته. السلام. انا اولا عايزه اشكركم على البرنامج الجميل قوي ده، ربنا اللي بيعرض ارائنا بصراحه وبشفافيه جميله، وعايزه اوجه من خلالك رساله لحبيبي الرئيس الجميل اللي من علينا ربنا بيه. الرئيس ده في ناس كتير قوي مش فاهمه هو بيعمل ايه. الراجل ده بيبني عماره عاليه وكبيره بس من تحت لفوق. احنا كمصريين عايزينه لا يبني من فوق لتحت، عايزين بسرعه بسرعه ناكل بس من غير ما نزرع، عايزين ناكل اكل تكاوي سريع. انا عايزه بس اوجه رساله للناس البسيطه اللي مش فاهمه الرئيس بيعمل ايه، عايزاهم يصبروا عليه شويه ويقفوا جنبه ويساندوه، مش عايزاهم كل ما حد يقف يهاجموا شويه هم يعني في ناس بتصطاد في الميه العكره. انا سوري انا اسفه بطريقتي في الكلام يعني. انت بتشتغلي يا سمر؟ انا رسا. انت ايه؟ رسا. رسا؟ انا مش بشتغل، انا قاعده في البيت. جوزي موظف وحالتنا عاديه جدا. بس يعني انت مش من المستفيدين، اصل عارفه ممكن دلوقتي سمر تلاقي ناس دخلوا عليكي. ايوه ما انت تلاقي جوزك مش عارف ظابط ايه، ما انت تلاقيكي مش عارف. موظف غلبان وحالتنا عاديه جدا، بس بلدي اللي انا بحبها ليه احنا بنعمل كده؟ ليه ما نقفش جنب الراجل؟ انا اولا ما كانش اكبر طموحاتي ان انا اعيش عادي في البلد، دلوقتي بقى عندي شقه من الاسكان الاجتماعي 3 اوض وصاله ما كنتش احلم اقعد فيها. عندي دلوقتي من بلدي من الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كلنا بنعجبه، دلوقتي انا عندي ولادي في مدرسه مش وحشه، بس يعني على الاقل جابوا تخت فيها جديده وبيتعاملوا مع العيال بطريقه كويسه غير زمان. يا جماعه احنا يعني
محتاجين بس نقف جنب بعض. والله يا سمر اهنيكي على الايجابيه وعلى القناعه اللي انت فيها دي. نعمه الرضا. اه الرضا طبعا. الرضا ده ربنا مديها نعمه رضا ما شاء الله. انت عارفه لا طب انا بس عايز اديكي مثال. احمد شيبه. مين احمد شيبه؟ في حد ما يعرفش احمد شيبه في مصر؟ معلش انا جاهله. جهلوم. يا جماعه شوفوا حل يا جماعه دي ما تعرفش احمد شيبه يا جدعان. احمد شيبه ده بتاع اهلا ولعبت يا زهر. بتاع اهلا ولعبت يا زهر يا شيخ. اه امال ايه هي. اه احمد شيبه نفسه اللي البلد كلها بتغني تقول لك اهلا ولعبت يا زهر. اشتغل سمكري واشتغل ميكانيكي وطفح الدم لغايه ما بقى مغني وبيكسب. لعب الزهر ولعب الزهر في الاخر. احنا في ناس بقى عايزه الزهر يلعب ومكسلين اصلا يرموه. يعني هي دي المشكله ان انا عمر الزهر ما هيلعب وانا قاعد على القهوه. صح كده. صح. رشا. رشا خلاص. رشا زهقت مننا. استاذ عماد من المنوفيه اهلا بيك. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بيك يا استاذ عماد. متشرفين جدا بحضرتك والله. الشرف لينا ربنا يخليك. بتعرضوا وجهه نظرنا والله العظيم. احنا شباب هنا بنعانوا كلنا بسبب الشغل يا استاذ احمد. انت فين؟ انا في المنوفيه. طب انت عندك مدينه السادات يعني فيها شغل وفرص عمل كتير متهيألي. اقسم بالله انا اول حاجه بشكر حضرتك جدا لان انا اول مره اتواصل على التلفزيون. لا اهلا بيك. واعرض وجهه نظري لان انا كنت شغال فعلا في السياحه. قعدت 5 سنين شغال في شرم الشيخ في السوق التجاري. هي السياحه ليها ظروف خاصه يعني. اه الدنيا انضربت يا استاذ احمد. بس ان شاء الله راجع ما تقلقش يعني. حاجه مؤقته على بال ما السياحه تفتح. والله حضرتك احنا دورنا حتى شركات التوظيف تطلع على النت. رحنا نقدمه فيها لانها شركات وهميه عايزين ياخدوا 50 جنيه من الواحد وفي الاخر ما نشتغلوش. يعني دي بص احنا كان معانا وزير القوى العامله من كام يوم وعندهم موقع وفي وظائف كتير جدا وبيشتكي ان ما حدش بيقدم. انا اول حاجه والله العظيم انا طاير من الفرحه من اول مره ان انا اتواصل مع حد في التلفزيون. لا ده احنا نشرف بيك وسيب تليفونك بعد كده اي وقت حتى لو عايز ابعت رساله او حاجه احنا نتصل بيك كمان. نشكرك. معانا فريده من القاهره. فريده مساء الخير. مساء الخير. الاول تعزيه للاستاذ محمد علي خير طبعا. خالص العزاء ليه طبعا. خالص عزاءنا ليه. زي ما استاذ احمد بيقول الام حاجه ما تتعوضش طبعا. يعني حاجه يعني المهم يعني بقول لحضرتك شبابنا للاسف دلوقتي عايزين يبقوا او ما يتخرجوا يبقوا مديرين بالظبط يبقوا وزراء مش عايزين يتعبوا. انا بشتغل في مصلحه حكوميه. انا اشتغلت الاول يعني خطوه بخطوه لما لغايه ما تحينت. انا في محطه بنزين كان واحد اللي بينظف الازاز فجيت قال لي ممكن يا مدام تشوفي لي شغلانه. فانا على اتصال ببعض رجال الاعمال فجبت له شغلانه تاني يوم يا استاذ احمد ب 2000 جنيه وهو بينظف ازاز العربيه. جيت له قلت له روح للمصنع الفلاني هتاخد 2000 جنيه ده غير انه هتروح بالاتوبيس بتاع المصنع وترجع باتوبيس المصنع وفي وجبه. رفض. طب تفسير حضرتك ايه يعني قولي لي. انا تفسيري ان للاسف ان ولادنا ابتدوا يبقوا يعني متواكلين يا اما يبقى مدير او وزير او مساعد وزير يا اما مش عايز يشتغل. وبعدين اللي يكسفنا بقى الشباب بتاع سوريا يا استاذ احمد. الشباب السوري اشتغل في كل حاجه. اشتغل في حتى الولاد عندهم 11 سنه بيشتغلوا تلاقيهم حتى ماسكين حاجات مامتهم عاملاهم في البيت وبيبيعوا مش مكسوفين. ما هو عارفه الشباب بتاعنا بيرد يقول لك هو احنا كلنا مصر كلها هتشتغل بتوع شاورما. لا مش شاورما يشتغلوا. انا بقول لحضرتك انا واقعه قدامي. انا حصلت لي انه ما رضيش يشتغل اللي بينظف العربيه ما رضيش يشتغل. بس انا هقول لحضرتك على حاجه. ولا بينظف العربيه ده لو حسبتي له هو بيقبض في الشهر اكتر من ال 2000 وما بيشتغلش اليوم كله مش زي المصنع. ما عشان كده هم مش عايزين التزام يا استاذه. مش عايز التزام وفي نفس الوقت فلوس جايه له من الهوا. يعني مسح العربيه ده ما هوش للاسف ساعه ما قالوا في ملايين ومليارات في مصر هتتوزع على الشعب الناس كلها قاعده في بيوتها ومستنيه تاخد راتب شهري من الحكومه. دي للاسف ثقافه. بس بصي هقول لحضرتك حاجه برضه عشان ما نقصوش على الشباب بتاعنا قوي. هو برضه في مشكله ان هم اتحطوا في حته غلط من الاول. يعني الشاب النهارده من بدايه ما اختار كليه ملهاش علاقه بسوق العمل ومشي برضه لما بيجي يتخرج هو بيبقى قدامه طريقين. يعني انا مثلا راجل بحب الاعلام ودرست الاعلام مثلا لو الشاب واجي الاقي نفسي مضطر اشتغل مثلا مبيض محاره ما هي برضه ده شيء محبط. يعني برضه هم ضحايا مش جناه في كل حاجه. لا يا استاذ احمد احنا عندنا الثقافه بتاعتنا غلط.
يعني لما تروح اي بلد واحد مبيض محاره واحد بتاع سيراميك واحد كده اي عيله تتشرف انها تجوزه بنته بنت. حضرتك عندك اولاد؟ انا عندي ولدين. اه تعليمهم ايه؟ تعليمهم في السياحه وفنادق. مرتبطين؟ بس يعني للاسف يعني الفتره دي ما فيش شغل، كان ايه ممكن بيشتغلوا في حاجات تانية. زي ايه؟ مثلا عربيات، يعني معرض عربيات كان خالهم عنده معرض عربيات. يعني بس هل ممكن حد فيهم يروح يشتغل بتاع سيراميك مثلا؟ يعني لو 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 خاله ده المعرض قفل لا قدر الله يعني. لا لا عارفه حضرتك، على حد لو هو يعني لو هو من هو صغير اتعود على انه يشتغل السيراميك ما هي دي الفكره بقى. هو السؤال يا دكتوره غدا بتسال حضرتك دلوقتي، هل تقبلي ابن حضرتك بكره ينزل يشتغل مبيض محاره؟ انا اقبل، انا عن نفسي انا اقبل. هو يقبل؟ هو يقبل؟ انا ما اعرفش بقى، هو عشان خاطر هم مش موجودين. انا ما اعرفش. اساليه وردي علينا في المداخله الجايه. بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. بصي خلي بالك عشان برضو يعني ما نظلمش، ما نتحملش الداخل، مش عايزين نتحمل، هي الداخله من الاول غلط يعني. بص عايز اقول لك على حاجه، دي ثقافه الزحمه. النهارده لما بتبقى احنا عدد كبير بكربس على بعضه في وادي النيل كده اللي احنا مش راضيين نتوسع عنه، فكل واحد بقى عنده احساس ان هو لو ما ضربش الضربه الجامده، لو ما طلعش الطلعه القويه من الاول، حقه هيتاكل، مش هيعرف يعيش. فبيكون المقابل ليه ان هو قاعد مستني الطلعه الجامده لغايه ما تيجي، صح، علشان يلاقي لنفسه مكان وسط الزحمه. لا والمصيبه بقى في ثقافه بعض العمال اللي شغالين، يعني هو شغال بس مشكلته امه بتموت 7 مرات في السنه، مراته بتولد 9 توائم كل اسبوع. تعليق المحاليل ده هوايه كيف عند الشعب المصري يعني. ايوه يقول لك ايه ده، انا كنت فين امبارح كنت معلق محلول. بس انا عايز اقول لك احنا قانون اللي هو المدني بتاعنا، العمل المدني مش العمل بقى اللي هو بتاع العمال وكده، كميه الاجازات والاذونات والمأموريات، انا من خلال شغلي بشوف يعني الشهر يعني تلته بيتقضى اجازات وحاجات كده، يعني انا ما اعتقدش ان في دوله كده. ربنا يصلح الحال، نتمنى بس ان الناس تكتشف ان لا مفر الان من العمل، ما فيش خلاص، ما قدامناش اختيار تاني. يعني موضوع الاسعار ده عبء رهيب علينا، ما بقاش في حته جنيه فول وجنيه عيش، لا الدنيا ولعت. فاللي مش هيشتغل زي يعني اوروبا اللي ما بيشتغلش فيها شهر بيطرد من بيته ويموت من الجوع وينام في الشارع. احنا النهارده وصلنا لمرحله لازم نشتغل الاسره بالكامل، يعني النهارده ما بقاش ينفع النهارده رب اسره ب 2000 و 3000 جنيه فعلا، الله يكون في عونه. فالحل في الظروف دي، خلينا في الحل. وال 2000 3000 دول كمان مش بتوع زمان، الله ينور عليك، ده دول اللي بقوا من النهارده ال 500 مثلا. لازم كل افراد الاسره يشتغلوا، لازم كله، الاب ومش عيب والله الشغل، لا معيب. لا لا. يعني انا مش عايز ادخل حاجات شخصيه، انا كنت اسرتي ميسوره الحال والله العظيم، انا بشتغل من سن 10 سنين. تشتغل ايه؟ انا كنت بشتغل ببيع، انا اول حاجه بدات ابيع شرابات وببيع اكسسوارات. اه والله كان ابويا يجيب لي زي يعني كربطه. دي من مين دي؟ لا بعد الحلقه خلاص اجيل أم. يعني الفكره ان انا بدات تجاره من صغير جدا، وكنت بفخر، وابويا كان يقول لي لا اكسب جنيه هديك زيه. بس لازم تعود تكسب، فعمر ما كان بالعكس، ده كمان تعرف قيمه الفلوس بالظبط. فياريت كلنا نعرف ان العمل مش عيب. خلينا بقى نطلع نشوف الفقره الجايه عندنا ايه. معرض القاهره الدولي للكتاب، الحدث الثقافي السنوي اللي كلنا بنستناه، المعرض اللي هو يعني ايه العمل الثقافي الاول، ما اعتقدش ان له منافس. شوف تعويم الجنيه برضو كالعاده بيطارد. احب شكل الكتب وهي مرصوصه كده، الكتب والميك اب، يعني احب ادخل محل كتب احب دول مترصصين ودول حاجه متعه. هاشتاج النهارده كان معرض الكتاب، وهيكون معانا ضيوف الاستاذ سعيد مصطفى عبده، نائب رئيس مجلس اداره دار المعارف، والناشر الاستاذ محمد البعلي هيكونوا معانا. عايزين نعرف يا ترى الدولار لطش برضه، وازمه يعني الكتب وتاثيره بدا يظهر عليها، هل فعلا الكتب فقدت يعني جزء من اهميتها بعد النهارده ما نقدر نقرا على الانترنت ونتابع كل حاجه، ولا لسه الكتاب؟ انا بالنسبه لي الكتاب متعه، منظره كده بالنسبه لي زي الطفل واللعبه قدامي، انا لازم امسك في ايدي، انا مش اقرا على الشاشه دي خالص. لازم نشوف بعد الفقره اللي جايه بعد الفاصل، يكون معانا ان شاء الله ضيوفنا ونتناقش معاهم في معرض الكتاب.